أما خلقه عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول العلماء من المفسرين يقولون إن العظماء لا يستعظمون إلا عظيما، لأنهم ألف العظائم، فكيف بالله جل وعلا الذي لا أحد أعظم منه؟ يقول في كتاب عظيم في وصف نبي كريم: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه تزكية لا ترقى إليها أي تزكية في بيان خلقه عليه الصلاة والسلام. وأعظم خلقه وكل خلقه عظيم الرحمة، ولهذا قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة، لما؟ لأن من آمن به واتبعه ومات على ذلك يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ولا رحمة أعظم من هذه. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فالمرء لا يريد إلا أن يفوز بالجنة ويزحزح من النار. فاتباع هذا النبي الخاتم والأخذ عنه والسير على هداه واقتفاء أثره مع محبته، مع محبته وإجلاله وتوقيره ومعرفة قدره وعظيم قدره عليه الصلاة والسلام، مفض إلى دخول الجنة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهو عليه الصلاة والسلام طريق عظيم إلى الجنة، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فهذا من أعظم دلائل رحمته.